برانديفو معنا مدام لينا فرة، فوتوغرافر، مصورة فوتوغرافية، وموضوعنا رح يكون جولة على كل الكرة الأرضية. راحت على كل الكرة الأرضية تقريبا، رح نشوف بكتابها اليوم كيف عم تجرب تحل الشفرة وتشوف شو اللي بيجمعنا وشو اللي بيفرقنا. ما لقيتك، لقيت كثير أشياء بتفرقنا ولكن نحن مفرقين. نجرب نجمع بعضنا، نجرب نجمع بعضنا. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو كاتيا. مبروك الكتاب اللي صار موجود بالمكتبات. انا بس رح فرجي الكفر يلي يعني الكفر هالقد سمبل، بس لما رح نفوت لجوا رح نلاقي تعقيدات كثيره، رح نلاقي او الالوان كمان كثيره. انا حاعطيكم بس هيك لمحه كثير صغيره وبعد شوي رح نشوف الصور. على كل حال الوان رائعه من كل العالم. هذه بس هيك نظرة صغيرة، بعد شوي رح نشوف على كل حال بالفيديو كمان كثير من معرض لينا فرة. خبرينا شوي عن رحلتك قبل ما تعملي هالديكودينج مثل ما بيقول كفر الكتاب. 12 سنة برمت 22 بلد، من أمريكا لبرمودا، آسيا، رحت على كمبوديا، إنديا، شانغهاي، تشاينا. عايشة بدبي أنا هلا، عشت 20 سنة بأمريكا وأوروبا، لندن، باريس، سبين، وجرب ونيبال. هلا بمناسبة نيبال والحادثة اللي صارت معهم هلا، صورتيها قبل الدمار، قبل الدمار، وشفت كيف عايشين هونيك very simply and humbly، بس كتير مبسوطين بحياتهم، ما عندهم شيء، بيطلعوا بينزلوا على الجبل ما عندهم شيء، بس كتير مبسوطين. ونحن عايشين بمدن متطورة وكل شيء عنا سريع، عايشين أسرع، بس ما بعرف إذا عايشين أحسن أو بنفس السعادة، أو حتى ما بعرف إذا بنوصل على سعادتهم، لأنه اللي أكثر شيء لفت لي نظري إنه هن مبسوطين من قلبهم، يعني ما كتير فارقة معهم شو عم بيصير بالعالم. بس بتلاقيهم حامل بس تليفون وحاطط غنيته، ما بعرف شو هي، كلها على الوتر واحد، تحسيها على وتر واحد، ماشي تغنية وماشي عم بيحمل غرض طالع نازل على الجبل ومبسوط. ونحن عنا سياراتنا وعنا زميرنا وعنا كل هاللكشري وكل هالتلفزيونات ما بعرف اذا فينا نعيش مثلهم سعيدين. صورتي كثير طبيعه، بس صورتي كثير الناس، خاصه الاولاد والمسنين، وكانه هيك يعني بياخذوا انتباهك اكثر من غيرهم. انه هالقد لازم علي تقشعه او لا؟ مزبوط. ليش الاولاد والمسنين هالقد؟ لانه هن الاولاد هن الفيوتشر، المسنين هن اور هيستوري اور اكسبيرينس. هيدا الولد اللي على شمال عيونه كبار خضر، شبهوه بالافغانيه، المراه الافغانيه اللي عيونها خضر كانت بافغان وصوروها. هيدا مصري، ولد مصري حد الاهرامات. والولد الثاني بساوث افريكا بالزولو، زولو ترايب، هدول عايشين لحالهم، جروب اوف نيتيفز يعني، وسيلف سستيننج يعني، عايشين هن من شغلهم ومن عملهم. وفت على المدرسة كان في شيء 800 ولد، كانوا كتير مبسوطين إنه جينا نحن نشوفهم ونزورهم ونعطيهم أهمية وجبناهم هون على العالم. هلا يعني المواقع الدينية كمان يعني كان في عندها حصة بهالكتاب، وكمان كمان جربتي كأنه تحطيها كلها ومن منظارك الخاص، وبأوقات معينة بتكون يمكن الناس فعلا بهالمطرح اللي بتكوني فيه عم يمارسوا شعائرهم الدينية. خبرينا ليش؟ لاحظت انه عندنا ماني هاوسز بات وان ماستر، يعني كلهم بتحسيهم من قلبهم عم بيدعوا ويطلبوا. هيدا المنظر اخر شيء كان بكيرلا ساوث انديا، كنت على وجه الصبح الساعة 5:30 طلعت ولقيتهم، كان القمر طالع والفيشرمان عم بيتصيدوا، وهيدي الست قاعدة عم تتعبد يعني من قلبها وربها. وكمان حتى صور للجامع بأبو ظبي مع كمان مع الوقر والاحترام للدين، وحتى كمان أنغور وات يلي هي بسيام ريب بكمبوديا مع المنك قاعدين كمان عم بيتعبدوا. السايلنس اند الفيث يلي عندهم ياهم از فيري سيميلر، مع انه كل واحد عنده اسم لدينه، كل واحد عنده وصفه لدينه، كل واحد عنده طريقته بالتعبد والوصول لربه والكونكشن يعني. بس اخر شيء بفتكر انه عم بيحكي لذات الانتيتي يعني واحد. مع غير اسم. هون عم نشوف صورك. ايه هذا المعرض. خبرينا شو عن المعرض. بسايبي فيليج جاليري عملت 3D model of the book.
قد ماني مبسوطه فيه عبطته. عملت اللونش للكتاب وحطيت كمان some of my photography. وعطيت part of the proceeds لبيع الكتاب ل teach a child لأنه I believe in education. إنه أكثر شيء فينا نعطي هالجيل اللي طالع هو إنه يتعلم. So إذا فيني أعطي القليل اللي فيني أعطيه بس هذا اللي فيني أعطيه. This is my kind of giving back to society and to kids يعني. بالكتاب الكل موجودين يعني اللي عايشين بطرف كبير موجودين اللحامين كمان موجودين وين ما كان الالوان كثير حلوه كيف تقدر يعني دائما تلاقي هالالوان حلوه حتى كنت عم شوف مش عم لاقيها هلا ولكن كنت عم شوف انه عم تصوري مسرحيات بالعالم كنت عم بقول لك انه كيف عم تقدر تاخذي هالنوع كواليتي الصوره بهالطريقه على المسرح يعني انت من ميله الجمهور منا شغله هينه اكشلي كمان رحت باك ستيج شفت اخذت بيرميت وفتت على الباك ستيج شفت الباليريناز كيف عم بيلبسوا كيف عم بيتمكياجوا هيك واخذت كمان بيرميت لاقدر اسوي هي كانت هيدي البلاي تبع سندريلا وحطيتها هيدي سبيسيفيكلي لانه ما بتصير بالاخر ذا سندريلا فايندز هير سليبر اند هير برنس سو بحب دائما تكون حياه سعيده لكل الناس ويلاقوا السليبر اند ذا برنس يعني أو يلاقوا يعني ما عم لاقيها بس عم لاقي وحدة تانية كمان أو يلاقوا السلام مثل هون هالصورة مثل ما قلتي لي هالفيشرمان وين هون؟ هيدي بكارلا على وجه الصبح كانوا كلهم عم بيغنوا زيت الغنية وعم بيسحبوا السمك ما عم بيحكوا مع بعض عم بيسحبوا السمك من المي وبعدين بس ليخلصوا يسحبوا السمك بيقعدوا كلهم سوا بيعملوا كومة سمك بيقعدوا حواليهم وبيقعدوا بيتقسموهم على قد بعضهم وبعد شوي بيجوا النسوان مع الاكل بهيدي الطنجره الكبيره بيجيبوا الاكل للرجال بيطعموهم وبيعبوا الطنجره سمك وبدون ولا اشكال ما حدا بيحكي يعني. مع حدا وانا عم صورهم يعني بكير كثير شو بيعطيهم البحر بيتقسموا على القد وما بدها يعني اخذوا رد حلو كثير ما حكيوني شيء يعني قاعده حدهم قدامهم ما تضايقوا مني اني عم صورهم انا عم تصورين ابدا حتى. ولا حدا حكي معي كلمه خلينا نشوف فيديو كمان بيلخص لنا كل عملك You might regret friends. Hard time forgetting, even harder forget. Before you do, son, you might regret friends. Regret friends. Hard time. Regret friends. صور رائعه انا اول ما كنت عم شوف الصور كنت عم شوفهم شوي من بعيد كنت عم اقول لك فكرتهم بينتينجز فكرته رسم هالقد الالوان حلوه فبتتصيد الالوان الحلوه هي او كومبوزيشن كثير حلوه كمان بالصور والكتاب موجود اذا بالمكتبات ديكودينج موجود بانطوان وبفيرجن عنوانه ديكودينج هيدا عنوان الكتاب للينا فرا درستي التصوير يعني كانت هوايه بس طورتيها درست 2003 تخرجت 2003 واشنطن سكول اوف فوتوغرافي
من وقت عايشو بروفيشنلي يعني بعمل كنت بورتريتشر ستوديو فوتوغرافي كل هاي دول بس اكثر شيء حبيت الناتشرال وما رديك مستمر لليوم كمان لاي ساعه اليوم عشيه اخر شيء للساعه 6 للساعه 6 للاشخاص اللي حابين يكونوا بي المعرض اما الكتاب فهو موجود اذا بي انطوان بي فيرجن اهلا وسهلا فيك ثانك يو فيري ماتش كاتيا شكرا لك نحن عندنا كمان مواعيد ثاني بدنا نشارككم فيها بثمانية شهر كونسرت ون لبنان بالفرم دو بيروت الساعة 8 بيروت غوسبل كواير كل تلاتة بين الستة والثمانية بكنيسة مار يوسف بالأشرفية ببيروت بالأيوبي الهاني داي بستة شهر من 11 الصبح لغاية 5 بعد الظهر يوم العسل بالوقت اللي النحل يعني عالميا عم يكون في مشكله بانقراضه يوم للعسل بالايوبي باذن بست شهر من 11 للساعه 5 باسبور رقم 10452 لبيتي توتال ثلاث عروض 7 و8 و9 شهر 8 ونص بتياتر مونو بمسرح مونو والبيروت انترناشونال تانجو فيستيفال يلي بلش بال 2009 مع مازن كيوان وعم يكون بالاديسيون السابعه له بست الشهر الساعه 8:30 على مسرح كازينو لبنان. وقفه هلا وبنرجع منتبع نحن وياكم لايف خليكم معنا رح نكون مع فامي.